نصير عايز اسالك بقى بعد الهدف اللي انت احرزته في مصر التامين موسيماني قال لك ايه؟ بس اروح برضو تليفون مهم احد اللاعبين المعارين لدوري تشيكي من ابناء النادي الاهلي مصطفى فوزي. تحياتي ليك يا مصطفى. اهلا وسهلا يا كابتن هشام حبيبي. معايا زمايلك هنا عبد الرحمن مانو ومحمد نصير، برحبوا بيك. حبايبي اخواتي. قول لي الاول اللي هتسافر امتى ان شاء الله؟ في البدايه بس بحب ارحب بحضرتك يا كابتن. شرف كبير لي طبعا كنت داخله مع حضرتك على برنامجك اللي دايما عيل ميرا وعلى قناه النادي الاهلي. والنادي الاهلي طبعا ده بيتنا شرف كبير ليا ان اكون واحد من ضمن اللعيبه كتير وعظماء لعبوا باسم النادي الاهلي، واتمنى نوصل وابقى زيهم باذن الله. ان شاء الله توصل وتحقق كل اهدافك يا مصطفى. حبيبي يا كابتن. برنامج الاشبال كان وش السعاده عليك صح؟ اكيد طبعا. قول لي بعد مباراه الجونه اللي احنا زعناها هنا على قناه الاهلي وتالقت فيها واحرزت هدفين، وكانت دي البوابه بعد كده ليك. طبعا يا كابتن، يعني من بعد الماتش ده يعني الحمد لله كل الناس بقت تسمع عني وتتكلم عني وكل الناس بقوا عارفين الحمد لله. وشكرا ليك يا كابتن طبعا، والكابتن احمد بلال والكابتن محمد حشيش طبعا كانوا معايا في الاستوديو التحليلي وقتها فعلا. ايوه طبعا. قول لي شايف التجربه ازاي بقى في الاحتراف في الدوري التشيكي، خاصة ده يعني النادي الاهلي اول مره يعملها احتراف خارجي واعراض خارجيه؟ اولا يا كابتن انا حابب اشكر النادي الاهلي ان هو ادالي الثقه دي وان هو يفكر ان هو يعرف ان هو بقى طالع من تحت النادي الاهلي، فبشكره ان شاء الله بعد حسن الظن. والتجربه بالنسبه لك طبعا دي ثقه كبيره جدا، وان انا اتعب اشتغل ومدرسه جديده يا كابتن طبعا، دوري قوي وشغل ثاني، مرحلة صعبة إن شاء الله ونبقى ده، وإن شاء الله نعمل حاجة السنة دي بإذن الله أقدر أرجع بيها النادي الأهلي البيت طبعا في أي وقت، فإن شاء الله تبقى تجربة خير عليا بإذن الله. إن شاء الله مصطفى تكسر الدنيا كده في التجربة دي، وإن شاء الله ترجع بيتك تاني النادي الأهلي. حبيبي. إن شاء الله كل التوفيق لمصطفى فوزي. بالمناسبة مصطفى فوزي يعني مركزه مهاجم، من اللاعبين المميزين جدا، وكمان النواحي الجسمانية ما شاء الله قوي، فان شاء الله يعني بنسبه كبيره جدا الثلاثي اللي طالعين مصطفى فوزي وميدو حسام مدافع ومحمد احمد بيسو ان شاء الله يتالقوا ويبقوا يعني نواه بعد كده الموضوع ده يعني ينتشر في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ويكون فيه اعارات خارجيه. كل التوفيق لابنائنا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي.